بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي، فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة إحنا لسه في سنتر أبو الحمد، هنشوف دلوقتي الأسعار والتخفيضات اللي نازلة على أطقم الحلل، السفلون والسيراميك والجرانيت، وفي كمان ألمونيوم، وفي استلس. هنشوف يا جماعة، في حاجات طقمة وفي فرداني. هنبتدي كده أول حاجة على بركة ربنا كده، إيه بقى ده؟ عبارة عن إيه؟ ده طقم لينز جرانيت. أه ده جرانيت؟ أه مربع. أه ده كام قطعة؟ ده اربع حلل ومعاه جريل. اربع حلل وجريل، تمام. ده يا جماعه قبل الخصم ده ولا بعد الخصم؟ لا ده قبل الخصم. ده قبل الخصم كان ب 2075. طبعا في خصم على كل الاطقم 10%، صح كده. تعالوا بقى ندخل على السفلون. السفلون اللي فوق، بصي السفلون بقى ده هو عندنا، ده كده طقم السفلون ده 13 قطعه، هيبقى عامل 4600 بدل 550. هيبقى عامل 4600 بدل 550. اربع حلل واثنين جريل وصينيه مدوره اهي. واللبانه الوانه ايه بقى؟ في اللون ده، ايوه، واللون الاسود واللون البينك. ثلاث الوان دول 13 قطعه. في ده 10 قطع. في بقى حاجه تانية على اللي هو الاسود ده؟ 10 قطع. 10 قطع، والبني برده 10 قطع. لا البني ده حاجه تانية. تمام، دي بالنسبه للاطقم السفلون. تعالي بقى نشوف الحاجات التانية، مثلا حاجات زي دي. الطقم ده برده، طقم الايفيتا ده 13 باللبانه، تمام. ده 11 قطعه. ده 11 قطعه، عامل 1650 قبل الخصم. ايوه، في منه ال 10 قطع من غير لبانه، عامل 1490 قبل الخصم. تمام، دي اللي هي الجرانيت. جرانيت ايفيتا معروفه برده. تمام، دي برده حاجات معروفه. تعالي بقى ندخل جوه. في كمان طقم معانا جرانيت برده نازل عليه العرض يا جماعه. ده عباره عن كام قطعه؟ اربع حلل وجريل. ده بكام بقى؟ 1130. تمام، في منه كذا لون. في تمام، البنك والموف. دي الالوان اللي موجوده منه. وطبعا شفنا السفلون، تعالوا بقى نشوف حاجات تانية. عايزه اقول لكم المعرض بسم الله ما شاء الله فيه كل حاجه. عايزين بقى نشوف كمان. دي فرداني. الحاجات دي فرداني، يعني انا ممكن اشتري اي حاجه منها فرداني. في سفلون فرداني كمان. في سفلون كمان فرداني. تمام، برضو عليها الخصومات. الفرداني عليه خصومات؟ لا الفرداني لا معلهوش. الطقمه بس اللي عليها 10%. تمام. كمان يا جماعة بصوا، كل حاجة تاخديها فرداني او ممكن تقومها. طب عايزين نعرف بقى اللي فوق ده ايه؟ ده شكله مختلف شوية. ده جرانيت، خمس قطع تركي جلوري. خمس قطع تركي جلوري، الوانه ايه بقى ده؟ الموف، وفي منه بينك. وفي منه البينك، واللي جنبه السادة بقى ده؟ ده سيراميك. ده سيراميك. كم قطعة؟ تلات حلل وطاسة ومعاه طاجن ورا. بكام بقى ده؟ 2150. طبعا الالوان بتاعته اهي، وال ده ثلاث حلل ومعاه طقم توزيع. ايوه، ده هديه بقى، طقم التوزيع هديه. فوق ده. ده برده سيراميك. سيراميك. تمام. تعالوا بقى حبايبي، في كمان على فكره فوق اطقم صاج. اطقم صاج، في قلب تيفال وفي اللي هي العاديه. تمام، الصاج على مهلك. الصاج بقى بكام؟ بصي تعالوا نشوفوا الحله، نشوف برده حله ال... بصي دي شكلها. الغطا بتاعها جرانيت مش استانلس شبه الباقي، ودي من جوه هي خامتها ممتازه. دي اللي هي عليها عرض برده. عليها عرض. خمس حلل. في بقى منها الطقم الاربع حلل ومعاه جريل ده. نفس النوع، اربع حلل ومعاه جريل دبل فيس. دبل فيس. ده عامل قبل الخصم 2885. تمام. وعندنا الحلل الضغط بقى، نازل برده عليها العرض. بصوا يا جماعه، حلل الضغط باشكالها باحجامها اهي، يعني في منها المطول وفي منها الايه المدور. في حاجه زي الصواني دي، اتفضلي قولي لي بقى انت العروض. صواني فرن، بصي دي سيراميك عامله 625. تمام. لا دي عامله 510 بعد الخصم. 510 بعد الخصم. ودي لون تاني منها ولا دي تلاته؟ ده لون تاني منها. دول اتنين تلاته. الاتنين تلاته. في بقى الجرانيت عامله قبل الخصم 625. في الموف منها، وفي النبيتي، وفي بينك. تمام. عايزين نقول لكم يا جماعه ان زي ما قلنا برده في سنتر ابو الحمد في عرض حلو جدا، شوار العروسه كامل لاي محافظه في مصر، الشحن مجانا، بس طبعا لازم يكون الشوار كامل سواء في المفروشات او في الادوات المنزليه. تعالوا بقى نشوف البرادات دي. دي برادات بايركس. بايركس. تمام. ده 179، ده 205. شكلها شيك جدا، ممكن تستعمليها او تحطيها في النيش. عندنا برده البرادات اللي هي الجرانيت دي، جرانيت والسيراميك. اهو بصوا يا جماعه،
جرانيتا هي كمان لتر ونص ب 189. ايوه والاتنين لتر عامل 215 اللي هو الكبير ده. يعني انت مثلا لو جبتي طقم ممكن تقومي جايبه بقى ايه البراد بتاعه بالمره سيراميك او جرانيت. تمام. وفي ده 175. 175 وفي الشكل بقى الاشكال الكبيره دي شويه 280. 280 الاحمر ده. وده 230. بصوا الاشكال بتاعته 330. وده جميل جدا. ده الاندلس برضو بيصفر. كل الحاجات اللي بيصفر انا قلت لك بيصفر. كل دول بيصفر. ده يبقى 350 بعد الخصم. تمام. الوانه اهي. احنا كده عن فرجنا حضراتكم على الحاجات اللي هي الجرانيت وال تمام. تعالوا بقى نشوف الحاجات دي. اطقم الالومنيوم بقى ايه الاخبار؟ الناس برضو اللي بتحب الالومنيوم. دي الومنيوم الوفال. هو في طقم شبه كده ده بيبقى 8 قطع عامل 899. تمام. ده 8 قطع يا جماعه. وفي طقم زي ده كده عامل 1390. طبعا الخصم 10%. اي حاجه في المكان عليها خصم اطقم 10% يا جماعه. وفي بقى الشاورما مش كل الاطقم اللي انسه بتقول عليه. طيب تمام. وفي الشاورما بقى اللي فوق دول في حلال الشاورما كمان يا جماعه. تمام. يعني حاجات اللي هي اللي عليها الخصم احنا بنقول عليها وبنركز عليها. الشاورما دي بكام؟ اشوفها لك. بكام بقى حلال الشاورما؟ 1895. تمام. ايه بقى تاني وعليها برضو خصم؟ ايه بقى الحاجات دي؟ ده اللي هو حافظ الطعام. حافظات الطعام. بصوا يا جماعه دي بيبقى فيها ال ثلاث حلل كده. ثلاثه. طبعا بتحفظ الاكل بقى كده. بصوا ثلاثه اهو كل واحده فيها الطبق بتاعها والحاجات بتاعتها. ده شكلين منهم. لونين كده. تمام. على فكره في برضو لو عايزين الومنيوم فرداني عندهم برضو الومنيوم فرداني. في حلل كمان. وفي حلل كمان فرداني. بصوا كم اللي هي دي الكسروله اهي وفي كسروله بغطا. في بغطا. والحاجات التانية دي اهي. تمام. كل الحاجات الفرديه على البيج برضو هيلاقوا كل الحاجات دي نازل عليها. ماشي يا حبيبتي. وفي كمان ايه دي هي حاجات برضو فرداني الومنيوم. في ستلس عايزين استلس؟ لا ستلس طقمه. فوق اهي عليها عروض برضو ولا لا؟ طب تعالوا بقى نشوف عروض الستلس. عندنا طقم زي ده يا جماعه عباره عن اربع حلل ومعاه مقلايه وكسروله. تعالوا بقى نشوفوا على ايه. ده طقم فيفالدي معروف طبعا اهو. بصوا يا جماعه ده برضو نازل عليه الخصم. ده شكله وده شكل البيت بتاعته. على فكره في واحد وطبعا ده الختم ان هو تركي ستلس 18 على 10. ايوه هو اصلي ده 2250 بعد الخصم. 2250 بقى في بقى منه بس اليد بتاعته مختلفه. ده برده نازل 2150. 2150 تمام. دي اللي هي الحاجات اللي ستلس. في اشكال تانية برده. طبعا في حاجات تانية زي بومبي كده. لينز ده. لينز عامل 1725 وعليه خصم برده معانا. تمام. في الزينوكس ده مصري. الزينوكس مشهور طبعا. الزينوكس ده ده برضو اربع حلل ولا ده خمس حلل. خمس حلل. تمام. ماشي. في منه الايد دي على فكره مش بلاستيك دي ايد عازله. يعني مش ما تسحش يعني. في منه تمام. الايد اللي هو الستلس اللي هي منها فيها دي. تمام. واللي تحت ده الومنيوم. لا ده ستلس بس بالقطع فرداني. ده فرداني يا جماعه لو عايزين ستلس كمان. فرداني موجود يعني حتى الستلس الفرداني موجود. موجود. دي حاجه كويسه جدا. تعالوا بقى وفي الطقم ده اكتون برضو. ده برضو ستانلس. بصوا ده شكله يا جماعه. تمام. 1490 عامل 1490 اكتون بعد الخصم اكتون. وفي الطقم ده بقى ستاند. ايوه مع ستاند كنك وستاند كنك كمان وبراد. ده عامل 1995. تمام. 1995 وعندنا بقى كل الاطقم اللي تتخيليها كل شوار العروسه. تعالوا نشوفوا كمان. بصوا حتى الدماسه موجوده. الكنك موجود. البرادات موجوده. جرانيت كله. كله اللبنات كل حاجه والكنكات بانواعها كلها. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الطاسات اللي هي فرداني. الطاسات بقى الفرداني انواعها ايه؟ في الستلس دي. دي ستلس اللي هم الثلاثه دول. كده ستلس فرداني. اللي تحت ده الومنيوم. اهو الصف ده كله اللي تحت ده كله. بصوا احجامها باشكالها. تمام. في النوفال بقى ده سيراميك. عندنا كمان السيراميك فرداني يا جماعه باحجامها. في جرانيت. نطلع فوق نلاقي الجرانيت. جرانيت بانواعها تركي والنوفال وكله. تمام. جرانيت اهو. وفي اهي دي السافلون. في السافلون كمان اهو. يعني حتى السافلون موجود منه فرداني والجريل اهو وكل حاجه. جريل والووك وكله.
دي اللي هي الحاجات اللي هي خاصة بالمطبخ، الحاجات بتاعت الطبخ وكده. طبعا استنوا مننا جزء كمان بإذن الله عن رفايع المطبخ والبلاستيكات، حاجات كتيرة، الحاجات اللي انتوا بتحبوها كلها كده. حاجة كده سريعة قبل ما نمشي بقى، كمان حتى الحاجات دي بتبقى تقومة ولا فرداني؟ لا دي تقومة، في منها فرداني، في النوفال ده فرداني بالقطعة، انما ده طقم، ده طقم على بعضه. تمام، احنا كده ايه، ودي ايه دي؟ ده برضو زي طاجن اهو، جرانيت بس شكله غريب شوية. ده برضو جرانيت يا جماعة. تمام، عملنا كده جولة سريعة في المكان، في الأطقم كلها. أتمنى يا رب منكم الدعوة الحلوة واللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الأجزاء التانية.